الآن 96 يوما على هذا العدوان، دخلنا في الشهر الرابع، كيف تبدو لك الصورة اليوم؟ الصورة الحقيقة تزداد تعقيدا في الوقت الذي يعتقد البعض أنها تزداد سهولة، أنه كأننا مع اقتراب نهاية الحرب. أنا أرى أن الأمور أكثر تعقيدا بكثير من هذا في هذا الشأن. الكيان الصهيوني إلى حد الآن عالق بالمعنى الحقيقي، بالمعنى العسكري، بالمعنى الاستراتيجي، لم يحقق أي من أهدافه التي أعلنها مع بداية هذه الحرب. وبالتالي حتى الحديث عن الانتقال للمرحلة الثالثة، أتوقع أن هناك مماطلة من قيادة الكيان ومن وزارة الدفاع في هذا الصدد، برغم كل الدعوات الأمريكية وبرغم ما يعلن من فترة إلى أخرى أنه سيدخل إلى هذا، لأن المؤشرات في المقابل تشير إلى أنه هذا الكيان يريد أن يفتح الجبهة الجنوبية مع الجبهة الشمالية مع في جنوب لبنان ومع حزب الله. والمؤشرات كثيرة على ذلك، اغتيال القائد الشيخ صالح العروري، الاغتيال الثاني لأحد أهم القيادات البارزة في حزب الله، يعني الاستهداف المباشر لمناطق حيوية للحزب، وبالتالي هناك استدراج مباشر للحزب أن يدخل في هذه الحرب، لأن نتنياهو وحكومته حريصة على توسيع دائرة الحرب باعتبار أنه لا يريد نهاية الحرب على هذه النتائج التي هي عليها اليوم، باعتبارها أنها تمثل خسارة مدوية لهذا الكيان. هذا من جانب. كذلك زيارة بلينكين التي قيل عنها كثير، وأن بلينكين يحمل رسائل بوقف الحرب ولو والانتقال إلى المرحلة الثالثة، بدت الزيارة على العكس تماما. بلينكين بدأ متفهما جدا للرواية الصهيونية، بدأ منسجما مع هذه الرواية، وأعطى الانطباع بل يعني الفهم المباشر أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تقف كما بداية هذه الحرب مع هذا الكيان، وبالتالي تتفهم استمرار هذه الحرب واستمرار الدعم الذي يقدم يعني يأتي تباعا لهذا الكيان. يعني نحن شاهدنا مراحل سابقة في العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الصهاينة، قطعت فيها المساعدة، ضغط فيها بشكل مباشر على يعني حكومات سابقة للكيان الصهيوني. اليوم نتحدث عن أن هذه الحكومة بقيادة الرئيس بايدن بالعكس تستمر في الدعم والدعم السخي لحكومة نتنياهو، برغم كل الكلام الاستهلاكي الإعلامي الذي يعني يظهر بين فترة وأخرى في لدى المسؤولين الأمريكيين.